مباراة القديم لفريق الشباب بلوزداد أمام فريق موتيت وهران في الجولة الرابعة والعشرون من الدوري الجزائري لكي تشاهد المباراة مع لايف طلطات بسر لايف والاشتراع بالقناة ملعب المصطفى للمباراة ملعب أستاذ أحمد زابان بوهران في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب والساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة ليلا بتوقيت السعودي وقطر والإمارات وسوف تدعي المباراة عبر قناة الجزائرية السادسة والموقع الرسمي لفريق الشباب بلوزداد وسوف تلعب يوم 28 4 2024 نتمنى لكم فرجه ممتعه لا تنسوا لايك والاشتراك بالقناه وتفعيل خاص حتى تسعد الكل لكي توصل دائما بوعيد وتفاصيل المباريات القويه والمقبرة ونضربكم موعد في موعد قادم